بسم الله الرحمن الرحيم. في الدقيقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن امتحان اف اي. امتحان اف اي حصل ضجة جامدة عليه الفترة اللي فاتت كأنه مكانش موجود قبل كده. امتحان اف اي هو فاندامنتال انجينيرينج، اللي هو أساسيات الهندسة. طبعا الامتحان موجود من زمان جدا، بداية نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية، مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة كبيرة جدا، بحيث ان المهندس ما يقدرش يزاول مهنة الهندسة بدون اجتياز هذا الاختبار. كان بعض الطلبة بتحصل عليه في سنة تالتة او رابعة، يعني القبول بتختلف في النقطة دي. في ناس بيقولوا ان الطالب في تالتة بيقدر يحصل عليه، في ناس قالوا لا الطالب في سنة رابعة هي اخر سنة يحصل عليه، بحيث ان هو اول ما يخلص المرحلة الجامعية يقدر يمارس مهنة الهندسة. تمام. طيب الامتحان كان معروف من قبل كده في الولايات المتحدة الأمريكية باسم EIT، اللي هو اختصار Engineering Training، ولكن كان كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية شروطها خاصة بيها، زي بالظبط ما كل ولاية ليها قانونها الخاص، رغم ان هما كلهم بيندرجوا تحت اسم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كل ولاية ليها قانونها. برضو بالنسبة للامتحان الـ EIT قديما او الـ FE حديثا، هما الاتنين واحد، جاست مهتم مختلف. الامتحان ده ليه شروطه حسب كل ولاية، وايضا كل ولاية طبعا زي ما احنا عارفين تتكون من مجموعة من المقاطعات، كل مقاطعة ليها بعض المتطلبات الخاصة بالامتحان ده. طيب الامتحان لكل المهندسين عموما، ليس فقط لمهندسي الولايات المتحدة، ولكن أي مهندس عايز ياخده يقدر ياخده. الامتحان تبع منظمة اسمها NCEES، اللي هي National Council of Examiners for Engineering and Surveying. National Council of Examiners for engineering and surveying. طيب الامتحان في الدول العربية، فرض هنسيبنا من مصر دلوقتي، هنبدأ بالدول العربية زي دول الخليج مثلا، زي السعودية. الامتحان موجود في السعودية من سنة 2010 تقريبا، طبعا كان بالتعاون مع هيئة المهندسين السعوديين، كانت بتمهد الطريق للمهندسين السعوديين ان هم يجتازوا الاختبار، وبتكون حالة وصل بين المهندسين في السعودية والـ NCEES اللي هي المنظمة المسؤولة عن، أو القنصلية زي ما بيقولوا المسؤولة عن إدارة الاختبار والامتحانات وهكذا وهكذا. طيب في بعض الشركات اتجهت لفرض الاجتياز في الاختبار على المهندس عشان يقدر يشتغل فيها، زي شركة أرامكو في السعودية. ما تقدرش تعمل في هذه الشركة كمهندس إلا بعد اجتياز الاختبار ده كحد أدنى يعني. طيب نيجي بقى الـ FE في مصر. الـ FE في مصر بقى موضوع تاني. الـ FE في مصر موجود من حوالي سنة 2009، ما كانش موجود قبل كده. كانت أحد شروط الـ FE تقدر عشان تقدر تدخل الـ FE إنك كنت تبقى خريج جامعة من الجامعات المعتمدة الحاصلة على الابد اكريديت، الاعتماد ده حاصلة على اعتماد الابد اكريديت. الاعتماد ده عموما حتى الان حاصل عليه فقط جهتين في مصر، اللي هي EUC الجامعة الامريكية والاكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا. جاست الجهتين دول هما اللي حصلوا على اعتماد الابد اكريديت ده. طيب لو خريجين الجامعات المختلفة في مصر، طيب لو خريجين جامعات مختلفة في مصر، دول كانوا بيعملوا ايه وقتها عشان يقدروا يسجلوا في الامتحان الـ FE؟ كانوا بيعملوا حاجة اسمها معادلة، بيعادلوا الشهادة. المعادلة دي كانت بتبقى مدتها 6 شهور. طبعا الموضوع كان مكلف وطبعا كان محتاج وقت، فعشان كده كنت بتلاقي بعض المهندسين يعني بيتكاسلوا شوية عن أداء الاختبار. لكن الفترة الأخيرة الحمد لله نقابة المهندسين يسرت الموضوع وسهلته، وعملت ايه بقى؟ عملت بروتوكول تعاون مع الـ NCEES، اللي هي NCEES، بحيث ان كل الخريجين المسجلين مسجلين بالنقابة، يعني انت كخريج جامعة حكومية جامعة خاصة whatever مسجل بالنقابة، تقدر تدخل الامتحان من غير ما تعمل معادلة.
بس هتدخله كده مع نفسك؟ لا، هتدخله عن طريق النقابه، وبرده طريقه الدفع بتكون النقابه وحلقه وصل بينك وبينهم. طبعا ده موجود تذكر عليه النقابه، وانا شايفه ان هو خطوه يعني كويسه في الارتقاء بمستوى المهندس، ان هي بتسهل له طرق تطوير الذات. طيب تمام. هل النقابة عملته كده عشان جاست ان هي ان هي تسهل لك وكده؟ لا، هي عملته كده لان هو سيتم فرضه، لان هو يعني كمان دفعتين سيتم فرض الامتحان على كل خريجين الهندسة المصريين. عشان تقدر تسجل في النقابة لازم لابد من اجتياز اختبار اف اي، ده هيبقى قانون. امتى بقى هيتطبق؟ هيتطبق من الدفعة دي، الناس اللي هتتخرج سنة 2017 للدفعة اللي بعدها، يعني الناس اللي في تالتة دلوقت. حضرتك لما تيجي تتخرج قبل التسجيل في النقابة لازم تجتاز الاختبار، ده شرط أساسي. وشرط آخر للتسجيل في النقابة إنك تكون حاصل على مجموع لا يقل عن 85%. ايه ده؟ هو في ناس بتكون جايبة أقل من 85؟ في ناس بتكون جايبة أقل من 85، داخلة بعض الجامعات أو المعاهد الخاصة. طبعا دول لن يكون لهم مكان في النقابة، وده تم الإعلان عنه في أحد المؤتمرات. النقيب قال هذا الكلام أحد المؤتمرات، كان المؤتمر في شهر 4 اللي فات السنة دي اللي هي سنة 2016، تم الإعلان عن هذا عن هذه الشروط. طيب أنا شايفة إن دي برضو خطوة كويسة في الارتقاء بمستوى المهندس عموما ومستوى الهندسة المصري بإذن الله. طيب أنت خريج جامعة عادية، خريج جامعة حكومية، خريج جامعة خاصة، أيا كان، لما تيجي تسجل في الامتحان، طبعا انت مش خريج جهتين اللي اخدين الابد اكريدت، فبالتالي انت مش هتسجل مباشرة، انت هتسجل عن طريق النقابة. والدفع ايضا هيكون النقابة حلقة وصل بينك وبينها، وبرده ساعد وقت تحديد الميعاد، ميعاد المواعيد المتاحة ليك في الاختبار والمكان اللي انت سيتم اجراء الاختبار ليك فيه. برده النقابة بتكون حلقة وصل بينك وبين NCEES. تكاليف الاختبار $250، $250 ده whatever your country whatever your nationality، هي هم $250. $250 دول تكاليف الامتحان على كل المستويات. حول بقى $250 اللي هي العملة اللي انت عايز ايه تدفع بيها. طيب هل انا خريج جامعة حكومية والنقابة هتكون حالة تواصل بيني وبين NCEES والكلام ده، هل فيها مشكلة؟ هل الامتحان بيكون مختلف؟ هل الامتحان بيكون معرفش بالعربي؟ مفيش امتحان واحد على مستوى جميع الدول، جميع قارات العالم، امتحان واحد. الامتحان ده مفيش فيها جدال، الامتحان ده اصلا اونلاين يعني، فزي الايلس كده، انت مبتفرقش انت عربي انت اوروبي انت امريكي، ما بتفرقش، هو امتحان واحد على كل المستويات. تمام. طيب نتكلم بقى عن الامتحان نفسه بقى، نتكلم عن البودي بتاع الامتحان نفسه. الامتحان عموما كمبيوتر بيزد اكزام، كمبيوتر بيزد تيست، كمبيوتر بيزد تيست يعني اونلاين، يعني عن طريق الكمبيوتر، يعني مفيش ورقة ولا شفوي ولا كلام من ده. طب الامتحان وقته 6 ساعات، هل هفضل قاعد 6 ساعات كده؟ لا، بيورلي الامتحان 5 ساعات و20 دقيقة، 5 ساعات و20 دقيقة، باقي 6 ساعات في وقت ضايع في البريك، في بريك يعني، وفي وقت تاني بيجتمعوا بيكم، بيجتمعوا الناس اللي هيمتحنوا النهاردة، بيقول لهم بعض التوجيهات والنصائح عشان يقدروا يأدوا في الامتحان. لو في توجيهات، في تحذيرات، في كده، طب يفضل انت تلتزم بالقوانين والتوجيهات اللي انت هتسمعها هناك. طيب الاسئله كلها ام سي كيو، مالتيبل تشويس كويستشنز، اختيار متعدد يعني اختياري يعني. وقت السؤال تقريبا هم 110 سؤال، هم 110 سؤال، وقلنا هم 5 ساعات وثلث ساعه، 5 ساعات و20 دقيقه، يعني وقت السؤال تقريبا 3 دقائق، 3 دقائق. بتدخل بالقلم وبالآلة الحاسبة، مش كل الآلات الحاسبة تسمح بيها. ولو هتحتاج ورقة او كده تقدر بقى تطلب من الناس اللي هناك، يعني انت تقول انا عايز ورقة، ما تاخدش ورقة معاك. تمام. طيب وهل بتحتاج حاجة تانية غير القلم والقلم والآلة الحاسبة؟ بتحتاج حاجة اسمها الكترونيك ريفرنس، دي ده الكتاب اللي بيكون فيه التشارتس والمعادلات اللي انت هتحتاجها في الحل عموما يعني. طيب هما بيدوا لك الالكترونيك ريفرنس، انت بيكون معاك الالكترونيك ريفرنس، اكيد تقدر تنزله على الويب سايت، تعمله داونلود من على الويب سايت عشان تتمرن عليه وكده وعلى استخدامه، عشان ما تتفاجئش انا مش عارف مكان التشارت ده فين. زي كود الخرسانة، زي كتاب شاكر البحيري كده، لو
لو الناس بتاعت مدني متذكرة يعني، أو ديزاين إيدز احنا كنا بنستخدمه في حل مسائل الخرسانة، كنا لازم نتدرب عليه ونحدد، حتى بنحدد كنا بنحدد مكان أماكن الصفحات احنا نحتاجها، بس طبعا ده مفيش في تحديد، لأن الإلكترونيك ريفرنس ده أنت بتاخده هناك يعني، فأنت مفيش وقت للتحديد ولا الكلام من ده، انت بتاخده وبتبقى انت بقى دارس بقى وعارف انا هلاقي ده في صفحة كذا، ده في صفحة كذا وهكذا. طبعا التمرين لازم طبعا تتمرن كتير جدا على الامتحان، تتمرن كويس وما تتسرعش. طيب لو جينا نتكلم عن التخصصات المتاحة في الامتحان، التخصصات المتاحة ليك عشان تقدر تدخل الامتحان ده هما 6 تخصصات. طيب هي هل هندسة تخصصات؟ لا، هندسة تخصصات كتيرة عموما على مستوى العالم. طيب لو تخصصك ليس من ضمن 6 تخصصات، تدخل تخصص آخر هو اسمه الأذر. الأذر ده بيضم تخصصات كتير جدا. 6 تخصصات دي عندنا دي اللي هي سيفل وميكانيكال وانفيرومنتال واندستريال والكيميكال والالكتريكال، اللي هي المدني والميكانيكي والبيئي والصناعي والكيميائي والكهربي. لو انت تخصص غير تخصص هذه التخصصات بتدخل التخصص اسمه الاذر. هو مشكلة الاذر ان انت بعض التوبكس اللي بيجيلك، التوبكس المفروض تذاكرها بتبقى مختلفة، حاجات ما درستهاش يعني. ازاي يعني؟ مثلا لو انت سافر مدني، مثلا لو انت مدني التوبكس اللي بتجيلك في الامتحان او التوبكس اللي انت بتذاكرها عشان تدخل الامتحان بتكون حاجات خاصة بمدني، تكون حاجات خاصة بمدني، تمام؟ طيب التوبكس اللي انت بتذاكرها عشان بتكون حاجات خاصة بمدني من اول اعدادي بقى لحد سنة رابعة، بس بتكون حاجات تماما انت عارفها، حاجات انت خدتها قبل كده. لكن الاذر بقى بتضم متخصصات كتيره، فبالتالي انت هتلاقي توبكس كتيره انت يعني ما سمعتش عنها قبل كده. بس طبعا تقدر تتلاشى ده بالتدريب الجيد وانك تتدرب وتحل كتير. طيب بالذات لو انت خريج قديم تكون نسيت يعني ايه مذاكر، يعني ايه مسائل، يعني ايه الكلام من ده، لازم تتدرب كويس على الحاجات دي. طيب هل لو انا مثلا مهندس مدني ما ينفعش ادخل تخصص تاني؟ لا ينفع، انت بتدخل التخصص، انت طالما انت مهندس خلاص انت اوكي مهندس معانا، بتدخل التخصص اللي انت اوريدي عايزه، يعني انت بتدخل التخصص اللي انت اوريدي عايزه. عايز تاخد في الميكانيكال بقى، عايز تاخد في الالكتريكال، عايز تاخد في الكيميكال، شو انت عايز الاعتماد يكون في اي تخصص. يعني في ناس كتير بتعمل شيفت الكارير، فممكن تكون انت بعدين شغال مهندس معماري، يعني تقدر تدخل بقى امتحان الأزهر. فليس الأمر يعني بهذه الصلابة انك طالما سافر لازم تدخل سافر والكلام ده. طيب نيجي نتكلم بقى عن نسبة النجاح. نسبة النجاح مختلفة من تخصص لآخر، نسبة النجاح مختلفة من تخصص لآخر. نقدر نعرف ده من خلال ويب سايت اللي هو ويب سايت خاص ب NCEES. تعمل سيرش على جوجل NCEES يجيلك الويب سايت، بتسجل فيه بالميل وشوية داتا كده عنك، وتقدر تدخل بقى يعني بعد ما بتسجل بقى بيبقى ليك اكونت وليك اي دي، تقدر بقى بتدخل بقى بتعرف تفاصيل كتيرة، وبتحمل بي دي افات الخاصة بالتفاصيل بقى والالكترونيك ريفرنس والتوبكس الخاصة بكل تخصص انت تمتحن فيها عشان تقدر تعرف انت تمتحن في ايه، وهكذا برضو تقدر تعرف نسبة النجاح وهكذا وهكذا وهكذا. طيب قلنا نسبة النجاح مختلفة من تخصص للتاني. هي المدني حاليا يعني شفتها على الويب سايت كانت 70%، يعني ممكن تتغير او ممكن تتغير، يعني حاجة ليست صلبة يعني. طيب بالنسبة للموضوع عن النجاح، لو الامتحان كان سهل مثلا ممكن 50% منه سهل، انت عندك امتحان 110 سؤال، 110 سؤال انت قلت انا حليت حوالي 60 سؤال كانوا سهلين جدا، ايه ده مش مفيش، ايه ده سهلين جدا، حليته انا واثق ان 60 سؤال صح، وحوالي مثلا 30 سؤال من الاسئله التانيه، يعني ايه يعني حليت يعني الى حد ما كده حليتهم صح برضو، يعني انا كده ضمنت ايه نسبه 80%. لا طبعا. ليه؟ لان مش كل سؤال عليه نفس المقدار، كل سؤال وليه نسبه معينه. بمعنى لو الامتحان مثلا هو 110 سؤال من 110، مش كل سؤال عليه درجه، لا في سؤال عليه ربع، ده بقول مثلا، في سؤال عليه نص، في سؤال عليه درجتين،
سؤال عليه 4 درجات، فانت بالتالي ما تقدرش تحكم بقى ان انت لو حليت نص الامتحان يبقى يجي 50%، او حليت تلات ارباع الامتحان يجي 75%. لا مش كده خالص. فبالتالي لازم تكون برضو تاني مجهز الامتحان كويس عشان ما تتفاجئش. تمام ماشي. طبعا بيكون في مواضيع مشتركة بين التخصصات، توبكس مشتركة يعني، فكلنا فاهم، كلنا خريجين هندسة يعني، فبالتالي بيكون في توبكس مشتركة في الماس وفي بعض المواضيع الأخرى. طيب قلنا زي ما قلنا، لو عايز تعرف أكتر لازم تعمل سيرش على الويب سايت بتاع NCEES، بتعمل تسجل بالميل بتاعك، بتعمل كونفيرم بالميل، وبيجيلك كونفيرم مسج كده على الميل، وبتحولك بقى ليك بقى بعد كده اكونت، وتدخل بقى تعرف نسب النجاح بقى، وتنزل الريفرنس، لازم تنزل الكترونيك ريفرنس، وبتدخل بقى بتشوف بقى حاجات كتيرة. في برضو لينكات بتساعدك انك تجهز، وبرضو في قناة على اليوتيوب فيها تفاصيل اكتر، فيها تفسير اكتر بالموضوع، بيكون شرح مبسط وشرح بتفاصيل يعني. طيب انت بعد ما تشوف التوبيك من الريفرنس، الكتاب اللي هو عندك ده اللي فيه التوبيكس يعني، هو عندك مثلا كتاب، بيبقى عندك مثلا كتاب انا فتحته اهو، عندي Fundamentals of Engineering FE Civil CBT Exam Specifications، اللي هو ده الحاجة ده الخاص بالسيفل. طيب عندي أول حاجة ماثيماتكس، ماثيماتكس دي هتمتحن فيها 3 حاجات: analytical geometry، calculus roots of equations، vector analysis. هل انت هتقول تيجي مثلا الكالكولس تقول لي انا كالكولس ايه ده توبكس من كالكولس، بذاكر الكالكولس؟ لا انت هتذاكر الكالكولس ازاي؟ الكالكولس ده علم يعني واسع قوي، فانت عايز تعرف انت هتذاكر فيها ايه بالظبط، بتدخل على حاجه اسمها المانيوال. المانيوال ده برضه بيرشدك انت هتحتاج تذاكر ايه بالظبط. وبرضه في محاضرات على اليوتيوب كويسه جدا برضه بتحسب تخصصك، بتقدر ايه تساعدك حسب التخصص يعني. طيب هل في اماكن بتدي كورسز في الاف اي؟ طبعا هو الاف اي يعني لسه بادئ ينتشر كده، لسه بدأ الناس تهتم بيه وتلتفت ليه، تلتفت ليه عموما في مصر يعني، طبعا بسبب تسهيلات النقابه اللي هي عملتها، فالموضوع ما عادش يعني بالامر الصعب يعني. ففي اماكن بتدي كورس في الكورس يعني تحضيري يعني، فيه هو انا شفت على الفيسبوك فيه كان في مكان كده، بس انا ما اعرفش هو كويس ولا لا، انا ما اعرفش اي حاجه عنه، جاست شفته على الفيسبوك. اعتقد في مدينه نصر يعني، دي ده كويس بالنسبه للناس اللي قاعده في القاهره. لو انت حابب ان انت ما تقعد ما تتوهش وما تقعدش تقول انا ذاكر من ايه، ومش عايز تسوي نفسك، عايز يعني ايه يعني تمسك بزمام الامور كده، وتبقى عارف انت هتعمل ايه بالظبط، وعايز حد مثلا يكون معاك على طول في اي حاجه مش فاهمها كده يشرحها لك الكلام ده، حد يسهل عليك بمعنى صح، تقدر تاخد كورس. بس انا ما اعرفش تفاصيل اي تفاصيل، ولا عن اسم المكان، ولا عن جوده المحاضر يعني، ولا حتى تكاليف الكورس اعرفها يعني. طيب قلنا انت بتسجل على ال NCEES، تقدر تعرف تفاصيل عن الامتحان ونسب النجاح وهكذا وهكذا. اخر حاجه نتكلم فيها بقى الامتحان ده هاخده ليه يعني، انا بالنسبه لي خلاص انا متسجل في النقابه فبالتالي مش مضطر اخده. طيب الامتحان ده هاخده ليه؟ هل هو غايه بالنسبه لي ولا وسيله؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده ان في بعض الشركات في السعوديه اخذت هذا الاجراء، ان انت مش تقدرش تشتغل معانا غير معاك اف اي. طبعا لو انت ناوي تشتغل في الولايات المتحده الامريكيه يفضل انك طبعا ده لازم تاخده يعني، يفضل لازم تاخد الامتحان ده. طيب هو انا كده بقى لو انا قلت هشتغل في الولايات المتحده الامريكيه، او انا مثلا هشتغل في شركه ارامكو مثلا في السعوديه، فانا مضطر اخده، فانا باخده، هو كده بقى بالنسبه لي غايه. انا يعني انا هاخده عشان هعمل 1 2 3 يعني، هاخد الامتحان عشان اشتغل في حاجه في مكان معين. طيب امتى يبقى وسيله؟ يبقى وسيله وانت بقى فكرت فيما بعد الاف اي، ايه هو ايه اللي بعد الاف اي؟ هاخد الاف اي واقعد؟ لا، في حاجه اسمها البي اي، البي اي دي اللي هي بروفيشنال انجينير، بروفيشنال انجينير.
وفي حاجه بعد البي اي اسمها الاس اي، البروفيشنال انجينير دي خاصه بكل التخصصات، الاس اي خاص جاست بالناس بالمهندسين المدنيين بالذات التصميم، ستراكشرال انجينير هو تصميم يعني. حتى امتحان الاس اي بيكون عباره عن بيجيب لك منشأ، طبعا منشأ كومبليكيتد يعني مش منشأ عادي، بيطلب منك تصميمه، هو ده بيكون بكل امتحان. طبعا المنشأ بقى بيكون معرض للرياح وزلازل بقى وايه، مواضيع تانية يعني. فانت بالتالي لازم تكون اكسبيرينس يعني في التصميم كويس عشان تقدر تجتاز الاختبار ده. طبعا يعني بتكون عديت مراحل خبرة كتيرة بعد امتحان البي اي، وبعدها بتاخد الاس اي بتكون عديت مراحل خبرة يعني كويسة يعني، خبرتك بتكون كويسة في العمل يعني، مش بتخرج بتاخده على طول. فبالتالي خطوه الاس اي دي، اس اي اللي هي ستراكشرال انجينير واللي هي خاصه بالمهندسين الانشائيين فقط، مهندسين سيفل يعني، مهندسين مدنيين يعني سيفل. خطوه قلنا ايه، بعيده بعيده المدى شويه. طيب طب نيجي بقى للبي اي. احنا قلنا لو انت مثلا هتاخد امتحان الاف اي كوسيله، عندك بعدها البي اي، والبي اي ده خاصص خاص بكل التخصصات يعني. انت كمهندس اي طاقه يعني كان تخصص، خدت الاف اي برافو، ان شاء الله في الشركه اللي انت عايزها برافو. هل انت كده هتقف؟ لا، انت بتبقى عايز برضه تطور من نفسك، تاخد امتحان اسمها البي اي. البي اي ده اللي هو بروفيشنال انجينير، وده امتحان ده بيكون 16 ساعه، 8 ساعات 8 ساعات كل يوم على مدار يومين متواصلين. طبعا بيكون في بريك والكلام ده ما علينا يعني. طبعا امتحان البي اي امتحان عظيم جدا، وبينقلك نقله تانية زي ما بيقولوا يعني، فعلا بينقل نقله تانية خالص. حتى لو انت في نفس الشركه بتنقل بوزيشن تاني اعلى طبعا، والمرتب بيكون يعني شبه مضاعف ايا كان بقى، بتبقى بالدولار بتبقى بالريال السعودي ايا كان، المرتب بيكون شبه فعلا مضاعف. طبعا ده دليل على اهميته يعني، هو امتحان عظيم يعني كويس. حتى في جمله بتتقال على البي اي، بيقولوا بي اي اوبنز دور فور سكول لوكال مانيفاكتشر، يعني السكول لوكال ده اللي هو الدولاب اللي الطلبه بيحطوا فيه كتبهم والادوات بتاعتهم وهكذا، زي اللي كان زي الموجود في كليه الهندسه كده يعني، دولاب انك تاجر دولاب وتحط فيه حاجتك. طيب ما علينا. طيب هل البي اي شخص ان انت خدت الاف اي ممكن ان خلاص انا خبره مثلا سنه خدت الاف اي برافو، انا خلاص انا بقى عايزه اطور بنفسي بسرعه واواكب العصر، فانا دلوقتي بقيت خبره سنه ونص مثلا، انا هاخد البي اي؟ لا، يقولك ستوب، انت عشان تاخد البي اي اللي هو ما بعد الاف اي لازم تكون خبره لا تقل عن 5 سنوات، او ويقال ان هو 4 سنوات يعني، يقال ان هي خبره لا تقل عن 4 سنوات، خبره لا تقل عن 4 ل5 سنوات يعني، الرقم ده فيه في 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 اختلاف يعني. وخبره عمل ليست خبره سنين يعني، مثلا انت بتخرج بقالك 3 سنين، طب انت خبره قد ايه؟ انا خبره 3 سنين، بتقال كده في سوق العمل يعني، سوق العمل الهندسي يعني. لا، انت خبره عمل، انت لازم تجيب شهاده من المكان اللي انت قعدت فيه 5 او 4 سنين، او سواء مكانين قعدت فيهم 4 سنين، لازم تجيب شهاده بهذا هذا الشيء يعني، هذا المكان، هذا الدليل يعني. تمام. طيب طبعا البي اي فيه تفاصيل كتير يعني كتير، احنا ما قلناش اي حاجه عنه غير انه جاستن بيكون خطوه بعد الاف اي، وبيكون على مدار يومين وهكذا، وبيحتاج ان انت تجتاز امتحان الاف اي، ويكون خبره لا تقل عن 5 سنوات. لو انتوا عايزين حابين تفاصيل تانية عن البي اي ممكن تقدروا تكتبوا ده في الكومنتس تحت، وانا ممكن اعمل اتكلم عنه. ممكن احنا هنا كده الموضوع انتهى يعني. احنا قلنا تفاصيل طبعا بسيطه جدا عن الاف اي، ما دخلناش ما تعمقناش في الموضوع. اتمنى تكون الناس وصلتها المعلومه بطريقه مبسطه. وشكرا، كانت معكم مهندسه رضوى حسن من مجله بيم ارابيا، دمتم بخير.